شوفتك يا ابني شوفتك. شوفي شوفي يا ابني شوفي فهمني وين بدك تاخذني لهونيك. شوفي شو ما فهمت عليك رجعي امي شو بها تعال شوف تعال شوف شو بها لك شو عم تعمل انت وليك انت شو عم تعملي مع امي وليك؟ ابن عمي ما في شيء، كنا عم ننظف المطبخ وقلنا نرتاح شوي، مو هيك حماتي؟ لا يا ابني كذابة مرتك. كذابة؟ امي احكي لي شو عم تعمل هي معك؟ احكي لي لا تخبي عني شيء. ابن عمي يعني شو بدي اكون عاملة؟ عملت لك طبخة اللي بتحبها يا برا. انا ما عم بسألك شو عاملة اكل، انا عم بسألك شو عاملة مع امي. أنا ما بعمل شي مع أمك، حماتي بحبها كتير لأمك، كتير بحبها والله. أمي، خلصيني وحكيلي، شو عم تعمل هي معك بغيابي؟ مسلي إيدك، هي يا ابني كل يوم بتشغلني خدامي. عاشتك نيس، تعي نطفي هون بقى خلص نطفي في الأرض، نطفي هون. ماشي، تكرم عيني. خليني أساوي كل شيء وهي بتقعد بحط هالأرجيلة وبتحكي على التليفون وبتصحصح وبتضحك. أنا عم بعمل هيك يا حماتي يا كذابة. خلصي بيك عم تقولي لأمي كذابة ولازم أطلع. لا يا ابني أنا ما علمتك تمد إيدك على مرتك، لا تمد إيدك عليها، أنا ما قلت لك مشان تضربها يا ابني. ما بيضرب المرأة غير المرأة يا ابني، أنا علمتك وكبرتك، أخو عملتك زلمة يا ابني. أمرك يا أمي ما رح أمد إيدي عليها بس هي ما عاد بدي أحواها عني مشان الله يا حماتي سامحيني أنا غلطت بحقك وبعتذر مني كثير بس سامحيني الله يوفقك الله يسامحك إذا هي بتسامحك بس أنا ما بسامحك روحي أنت طالق على بيت أهلك يلا ضبي غراضك والله معك لا يا ابن عمي لا كرمال الله لا مشان الله يلا لا تعتذري يلا فلي على بيت أهلك يلا امشي محمود امشي روحي مالك شي عنا يلا حتى الولد ما بده اياك يلا بطلع يمشي ماشي ماشي اذا عجبك الفيديو اضغط زر لايك ولا تنسى تكتب في التعليقات كلمة ما شاء الله وشارك الفيديو لحتى تكسب ثواب